الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء منظومة متكاملة للقطاع الكهربائي السريع في مصر. الرئيس السيسي يلتقي وزراء الشباب والرياضة العرب ويدعو لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي. وخلال زيارته للإمارات، مدبولي يلتقي المستثمرين ويؤكد حرص مصر على فتح المجال للاستثمار الخارجي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولالد بوش. أكد الرئيس السيسي أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة. كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. أكد متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية امتدادا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصة في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الشعب المصري. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية علاقات الشراكة بين مصر وألمانيا بوجه عام، ومن خلال التعاقد على شركة سيمنز مع شركة سيمنز على مشروع القطارات السريعة العملاق، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين. كما أشاد شولتس في هذا الصدد بالقرار الاستراتيجي الهام للحكومة المصرية بالاعتماد على القطارات السريعة بدلا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات، بما سيعزز من خدمات شبكة النقل العام المقدمة، فضلا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميا وعالميا. President Al-Sisi, Prime Minister Madbouly, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and Distinguished Guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable, and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location. A decision that will transform your country. It is also a milestone for German-Egyptian economic relations. In Siemens, you have found a strong partner that exemplifies what made in Germany means,
a company that this year celebrates 175 years of innovation, inventions, and technological revolutions. Today, we are adding a new chapter to this story, a chapter that will benefit both of our countries. Last but not least, you are also setting global standards in climate change mitigation as we approach the 27th United Nations Climate Change Conference in Sharm el-Sheikh. The contracts being signed today will see trains replace millions of journeys by car, truck and bus. This means less smoke, fewer carbon emissions and better air quality. And so today is a good day. A good day for Egypt, a good day for economic relations between our two countries, and a good day for climate change mitigation. Egypt is becoming a pioneer in rail technology on the African continent. I hope that other countries will follow this example. Thank you for your trust in Germany and in its engineers. I wish all those involved in this major project the greatest possible success, so that in a few years' time, we might read in an Egyptian author's novel how the landscapes races effortlessly past him as he sits on the train from Cairo to Aswan. Thank you very much. ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمنز الألمانية منذ تأسيسها قبل 175 عاما. مصر تنمو، سكانها يتزايدون، اقتصادها ينمو ويزدهر، وبالتالي تتزايد أيضا احتياجات البلاد لحلول النقل المتطورة، وهي الاحتياجات التي يجب أن يتم تغطيتها بطريقة سريعة ولتخدم جميع المصريين. إن الدولة تمهد الطريق لإقامة أحد أكثر نظم النقل استدامة في البلاد. تتشرف سيمنز موبيلتي بإنشاء شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر. ستعمل شبكة السكك الحديدية الجديدة والتي يتعدى مجموع أطوالها لحوالي 2000 كيلومتر على ربط 60 مدينة في مصر بالقطارات الحديثة التي تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة. وسيتمكن حوالي 90% من المواطنين في مصر من استخدام هذه المنظومة المتكاملة والحديثة والآمنة في تنقلاتهم اليومية. تتألف شبكة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة من 3 خطوط. أولها خط مماثل لقناة السويس، ولكن عبر خطوط السكك الحديدية بطول 660 كيلومتر ويربط بين العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. يبلغ طول الخط الثاني حوالي 1100 كيلومتر ويربط القاهرة بأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما يعني ربط العاصمة المصرية العملاقة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. أما الخط الثالث فيصل طوله لحوالي 225 كيلومتر من مدينة قنا وحتى سفاجة مروراً بمدينة الغردقة. وفي إطار هذا المشروع العظيم ستقوم سيمنز موبيلتي وشركاؤها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بتصميم وإنشاء ووضعه في التشغيل كمشروع متكامل بنظام التسليم المفتاح، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. إن هذا التحالف الذي يضم الشركات الثلاث سيسهم في تنمية المهارات والكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي يمر بها ونقل البضائع منها وإليها. سيعمل هذا المشروع العملاق على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. لقد بدأ عصر جديد للسكة الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا الدكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والنقل بهندسه بني سويف. دكتور عبد الله بعد التحيه، السيد الرئيس يعني شاهد اليوم التوقيع، مراسم التوقيع على اتفاقيه في التعاون ما بين مصر وشركه سيمنز الالمانيه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع، وتابعنا ايضا كلمه المستشار الالماني اولاف شولتس والتي اشاد فيها بالقرار التاريخي للحكومه المصريه بتحويل وسائل النقل الاعتياديه الى
فكرة القطار الكهربائي السريع وما له من مردود على سواء على مردود اقتصادي أو فيما يتعلق بتغير المناخ، ومصر الآن في إطار التحضير لقمة كوب 27؟ يعني في البداية خلينا نرحب بحضرتك بمشاهدينا الكرام، وخلينا نأكد أن ما يتم على أرض مصر من إنجازات منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014 كان مبني بناء على دراسة جيدة للمستقبل لما تطلبه الأرض الواقع في الدولة المصرية، وبيتم تنفيذه طبقا لفقه الأولويات، وبيتم تطبيق ذلك الفقه طبقا لاستراتيجية تتعامل معه طبقا للمتغيرات الداخلية والخارجية. شفنا كلنا حضرتك المتغيرات وهروب كتير من الأعمال المصرية من المحيط الخارجي نظرا للأعمال الارهاب اللي موجوده في كتير من دول اللي حوالينا، ورجوع كتير من الاعمال المصريه للدوله المصريه اللي استوعبتها المشروعات القوميه العملاقه، بالاضافه لمتغيرات جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. كل هذه المتغيرات وتم التعامل مع مصر انها اكبر سوق استثماري في العالم بتستوعب مشروعات ضخمه فيها تنوع كبير، وهدف لكل الشركات العالميه في كافه التخصصات. بنشوف حاليا تنفيذ القطار الكهربائي السريع اللي هيتنفذ على ثلاث مراحل بأطوال تتخطى 2000 كيلومتر. المرحلة الأولى من السخنة للعلمين ثم مطروح كنوال الاستكمال بعد كده مع شمال أفريقيا لبني غازي. المرحلة الثانية من أكتوبر كانت لغاية أسوان بطول 925 كيلومتر بناء على توجيهات السيد الرئيس، هتوصل لغاية أبو سمبل تتخطى 1000 كيلو ثم تستكمل بعد ذلك لوادي حلب في السودان. المرحلة الثالثة من الغردقة لنا الأقصر لسفاجة لخدمة الجانب السياحي وجانب نقل الفوسفات لمينا سفاجة. كل ده بيأتي ضمن خطة تم وضعها تخطت 1.7 تريليون جنيه في 2014 للعمل على تنمية محاور النقل كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكان أهمها التوجه للنقل الأخضر اللي كانت نتائجه هو تنظيم مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله. ده نظرا لاتجاه فعلي لهذا الإطار بتخصيص 837 مليار جنيه من 1.7 تريليون جنيه لصالح النقل الأخضر اللي هو النقل الجر الكهربائي، سواء تطوير خطوط المترو، عمل قطار كهربائي سريع بأطوال تتخطى 2000 كيلومتر، المونوريل القطار الكهربائي الخفيف، مبادرة سيادة الرئيس للعربات الكهربائية، التحول لغاز طبيعي، كلها أطر تعمل في كلها خطط موجهة للانتقال للنقل الأخضر والحفاظ على البيئة، بالإضافة لفتح بيئات كانت محرومة لفترات طويلة من دخول مثل هذه وسائل النقل وفتح آفاق الاستثمار في هذه المناطق وبالأخص في صعيد مصر، وأيضا تخفيف العبء على خط القطار الكهربائي الاعتيادي اللي بيعمل بالديزل بعد تطويره أيضا بالكامل، وجود خط بديل ليه لتخفيف الضغط عليه وتسهيل الحركة والوصول للمدن الجديدة في ظل انفتاح ووجود مدن من الجيل الرابع أكثر من 14 مدينة على مستوى الجمهورية، يسهل الوصول ليهم من خلال وسائل نقل عديدة بدائل مختلفة أغلبها كلها كانت تحمل البديل الأخضر أو النقل الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. نعم، ضيف الكريم، شبكة القطارات هذه ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كيف ترى ذلك؟ بلا شك يا فندم، يعني لما نشوف بديل زي بديل القطار الكهربائي السريع اللي سرعته تتخطى ال 230 تصل 250 كيلومتر على الساعه، ده بديل بينافس البديل الجوي، يعني من القاهره اسكندريه في حوالي ساعه الا ربع، من القاهره لاسوان في 4 ساعات. طبعا احنا كنا محتاجين لمثل هذا البديل، وجود بدائل كثيره بتسري عمليه الانتقال وبتسهل عمليه الانتقال بين المناطق، ده بيفتح افاق للانتقال وتشجع المستثمرين للوصول لاماكن كان صعب الوصول ليها، بقى في سهوله الوصول ليها، فتحت افاق استثمار، ودلوقتي بتشوف ناتج شبكه النقل وبدائل النقل الكتيرة اللي بقت موجودة عندنا في مصر، وتحويل مصر على كامل أراضيها لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي، بزيادة الربط بين داخلها القوي مع زيادة معدل الربط مع المحيط الخارجي لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز من خلال العمل على عدة محاور من تطوير مواني جوية ومواني بحرية وخطوط سكك حديد ومحاور طرق بتتعمل على الأرض، تعميق غطاء قناة السويس وعمل الزواجات، تحويل المواني البحرية، أنا عندي 15 ميناء بحري منهم 9 على البحر الأحمر و6 على البحر المتوسط، تحويل كتير من المواني اللي عندي لمواني محورية وعمل قيمة مضافة ليها وإضافة ليها مساحات لاستيعاب البضائع وتسهيل عملية الانتقال ودخول كتير منها في حيز المناطق الحرة زي مينا أبو قير، الربط بينها زي بورسعيد ودمياط مع الأسكندرية من خلال قطار كهربائي سريع أيضا، كل ده بيأتي ضمن خطة شاملة تحويل كامل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي إن شاء الله. الدكتور عبد الله أبو خضر، أستاذ الطرق والنقل بهندسة بني سويف، شكرا جزيلا لك.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة، يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي. أكد الرئيس السيسي أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، ومشددا على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين الرئيس السيسي ومجموعة من الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، حيث أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجالين الشبابي والرياضي. رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين، مشيرا إلى أن الدولة تتوسع في إقامة المطارات وتشجع شركات الطيران الخاصة على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من كبار المستثمرين في أبوظبي، وفي لقاء آخر مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. في أولى لقاءاته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له يلتقي عددا من المستثمرين الإماراتيين لاستماع آرائهم حول تطوير بيئة الأعمال في توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري. وفي بداية الاجتماع تم استعراض فيديو عن الاستثمار في مصر والفرص المتاحة والجهود المبذولة في كل المجالات وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب الاستثمارات، وهو ما أشاد به المستثمرون. حيث أعرب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الإمارات تستهدف تحقيق استثمارات أكثر في مصر خلال الفترة القادمة. حقيقة لقاء يعني سلط الضوء على السوق المصري ومدى جاذبية الاقتصاد المصري، والحقيقة أيضا ركزنا على أيضا النوايا للمستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في السوق المصري. نحن الآن وصلنا تقريبا 20 مليار دولار استثمارات إماراتية في جمهورية مصر العربية، وأيضا بعد الاجتماع أيضا صارت هناك في روح إيجابية عند القطاع الاستثماري الإماراتي، في هناك نية بزيادة هذه الاستثمارات للوصول إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة. أعتقد الاجتماع يفتح لنا فرصة ممتازة بالنسبة للتعرف لآفاق الاستثمار في مصر، وبالذات نحن في مجال الهندسة وقطاع النفط والغاز مهتمين جدا بالاستكشافات البترولية وبالذات في مجال الغاز، وبحكم أننا عندنا تقنيات في تطوير المنتجات الغازية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، فأعتقد هناك في فرص كثيرة بالذات للتعاون مع الشركات المصرية في هذا المجال. كما التقى رئيس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، معربا عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، مضيفا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أولويات الحكومة المصرية في التعاون المصري الإماراتي، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون المصري الإماراتي في هذا المجال بشكل خاص وعلى مستوى الشراكات بشكل عام مع مختلف الأصعدة. العلاقات المصرية الإماراتية لا تتوقف، تستمر وتستمر معها الزيارات والاتفاقيات والشراكات بين الجانبين. لذا جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً وتلخيصاً
على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخ من الاتفاق في الرؤى على كافة الأصعدة ونموذج يحتذى به بين البلدان المختلفة. من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. دعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الشركات الإماراتية لزيارة المدن الصناعية المتخصصة وزيادة استثماراتهم في السوق المصري. جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء 30 شركة إماراتية مستثمرة بالخارج. وأكدت نيفين جامع أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط نحو 57 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 609 قضايا، من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فقد تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن أقماح محلية. وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا لدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطط الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 108 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1471 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 172 ألف لتر مواد بترولية و20 طن مازوت تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8999 قضية تمونية بمضبوطات وزنت قرابة 2475 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 61 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 871.5 طن. كما تم ضبط 25 قضية في مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 172.5 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1942 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 161 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 113 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 520.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من 12 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مجال مواد البناء بمضبوطات بلغت 80 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 315148 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها
65614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4517 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائقا منهم. كما تم المرور على 174 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 469 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 470 مركبة وتبين مخالفة عدد 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 402 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. كما تم ضبط 13451 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط عدد 1978 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط عدد 2059 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط عدد 4149 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، وضبط عدد 3820 مخالفة ملصقات، وضبط عدد 198 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 817 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 59548 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت قرابة 42 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 285 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و123 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 253.5 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2022 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,678,000 مليون جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة قرابة مليوني جنيه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة، ويتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح.
كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض. كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم. كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم تناول مجمل أطر العلاقات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. أوضحت وزارة الخارجية أن شكري أكد خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام. تناول الاتصال الهاتفي أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها. كما تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية سكرتير عام منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي إسياكا عبد القادر. وخلال اللقاء هنأ شكري السكرتير العام على توليه منصبه مؤخرا، وكذلك على مرور 25 عاما على تأسيس المنظمة، معربا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها. هذا وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة، حيث أعرب شكري عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كافة مجالات اختصاصاتها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار. طلب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبوا إجراء مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وشدد شولتس وماكرون خلال اتصال هاتفي مع بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافق الواقعة على البحر الأسود.
وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا. بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده وفك حصار الموانئ الأوكرانية. جاء ذلك خلال تغريدة أوردها زيلينسكي عبر موقع تويتر، وصرح زيلينسكي أنه تحدث مع جونسون حول تعزيز الدعم الدفاعي وتكثيف العمل على الضمانات الأمنية وإمداد أوكرانيا بالوقود، مضيفا أنه ينبغي العمل معا لمنع حدوث أزمة غذاء وفك حصار الموانئ. هذا وقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية. وأكد جونسون خلال اتصال هاتفي أن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل بشأن تصدير الحبوب، كما اتفق جونسون وزيلينسكي على ضرورة السماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة، كما تناول الاتصال مناقشة أهمية بقاء المجتمع الدولي متحدا بشأن الموقف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال مستشار الرئيس الأوكراني والمفاوض الأوكراني ميخائيل بودولياك إنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا. وأضاف بودولياك بأن أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا، مضيفا أن القوة بمفردها هي التي يمكنها وقف الهجوم الروسي. اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لمحو هوية الشعب الأوكراني وثقافته. وقال بايدن إن بوتين يسعى لمحو هوية أوكرانيا الثقافية بمهاجمة المدارس وحضانات الأطفال والمستشفيات والمتاحف لطمس الثقافة، مضيفا أنه رغم كل محاولات بوتين إلى أن الإرادة الدولية أفشلت الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومؤكدة أن بوتين لم ينجح في تقويض وحدة أوروبا وحلف شمال الأطلسي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي في ديالى. حذر وزير شؤون القدس الفلسطينية فادي الهدمي من تداعيات إعلان السلطات الإسرائيلية مساندتها لما تسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة والمزمع تنظيمها غدا. وأضاف في بيان أن إقدام سلطات الاحتلال على السماح بهذه المسيرة رغم التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي مؤشر على رغبة إسرائيلية بالتصعيد. يأتي ذلك في وقت نظم فيه مستوطنون إسرائيليون مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدية القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأصباط بالمدينة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لتفتيش قرى تابعة لناحية خان بني سعد غربي بعقوبة بمحافظة ديالى من 4 محاور، وذلك لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي. وأضافت القيادة أن العملية تجري بالتنسيق مع الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد، مشيرة إلى أن العملية تسعى لاستكمال الأهداف المخطط لها بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة والقضاء عليها. أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة، حيث أكدوا أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير من وتيرة ونطاق إطلاق صواريخها الباليستية منذ سبتمبر من عام 2021. وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، ووزير الخارجية الياباني يوشماسا هاياشي في البيان بيونغ يانغ على العودة إلى المفاوضات. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي وقع بمنطقة ماتجواري شرقي بوركينا فاسو، والذي راح ضحيته نحو 50 مدنيا. وأعرب غوتيريش عن تعازيه لأسر الضحايا، داعيا سلطات بوركينا فاسو إلى بذل الجهد من أجل تحديد الجناه وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم بوركينا فاسو في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف.
أعلنت وكالة الصحة في أيرلندا تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدر القردة في البلاد. وقالت مؤسسة الخدمات الصحية في بيان إنه يتم التحقيق والتحقق من حالة أخرى يشتبه بها. هذا وقد أعلنت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدر القردة عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها، معظمها في أوروبا. انطلقت بقرية بولاق بمحافظة الوادي الجديد إحدى القوافل الطبية والعلاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستمر لمدة يومين. وقال المشرف على أعمال القافلة الدكتور محمد سعد إن القافلة تتضمن العديد من التخصصات الطبية بمقر الوحدة الصحية بالقرية، موضحا أن هذا يأتي في إطار توجيهات خاصة من وزارة الصحة لتوفير العلاج والخدمات الطبية بالمجان للمواطنين بالقرى النائية والمحافظات الحدودية. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. سيتم خلال القوافل الكشف والعلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل بمحافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والوادي الجديد وسوهاج. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، وشدد المركز الإعلامي على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أي رسوم، موضحا أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلال المصروفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابع لها الطالب. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 4 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط حالات الوفيات اليومي حالتين جديدتين. وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 16 متعاف بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. هذا وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولاند بوش. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. التوقيع على عقد توريد وتنفيذ وصيانة الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، يوقعها من الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رولاند بوش. حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية،
وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إذانا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني أنا أرحب بكم أهلا وسهلا، سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم، وخليني أقول دايما الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي احنا اتعاملنا معها. وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جدا واعتزاز شديد جدا بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم يعني التعاقد معها فيه. فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن، يعني بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي احنا عملناها في مصر خلال الثلاثين أربعين سنة اللي فاتوا. فبرحب بكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر. كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف شولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا. President Al-Sisi, Prime Minister Matbuli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and Distinguished Guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable, and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، وذلك ضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن. وقالت وزيرة البيئة إن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات قام بعقد سلسلة اجتماعات بوفد بنك التعمير الألماني لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، حيث تم استعراض خطة عمل البرنامج الوطني الحالية والمستقبلية ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات. صرح وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بأن الوزارة لا تألو جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول، وأضاف خلال اجتماع لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة أن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول. ولفت الوزير إلى أن هناك منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى. أهلا بكم من جديد. تطلق وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، وتفتتح الوزيرة المؤتمر تحت عنوان عشرينيات القرن العشرين علامات فارقة وإنجازات مضيئة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة على مدار
29 من مايو الجاري، يتناول المؤتمر النهضة الفكرية والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي في لقاءات وندوات بحضور عدد من المبدعين، حيث تبث جلساته إلكترونيا عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ويصاحبه معرض لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية والهيئة العامة لقصور الثقافة. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك يا رغدة. شكرا لكما هبة حسين ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، حيث بلغت حوالي 3,115,312 طن من المنتجات الزراعية. ووجه وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين، وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج، والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة، بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آليا من خلال غرفة التحكم في ظل تطبيق التحول الرقمي. وأشار وزير البترول إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية في تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات متميزة تهم قائد المركبات، وأن شركة تشيل أوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر 80 محطة حالية تابعة لها. جاء ذلك في افتتاح وزير البترول محطة الوقود الجديدة بشارع 90 بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين في ظل ما تشهده المنطقة من تطوير لمحاور الطرق. إحنا الحقيقة كمان بنؤكد على أنه مش بس عندنا مواقع، المواقع كلها والمحطات حديثة وبتمشي بمنظومة رقمية وإلكترونية وبتدار بطريقة مركزية، بحيث أنه بيبقى فيه كاميرات متابعة، بيبقى فيه أجهزة لقياس مستوى الوقود في المحطات، وبتربط بالشبكة وعلى مركز القيادة عندنا في وزارة البترول وفية البترول، بحيث أنه دايما يتعرف الأرصدة شكلها إيه، لو في احتياج لاستكمال أو زيادة في الرصيد وغيره. وده برضو أحد الاستراتيجيات المهمة قوي، وهي خاصة بالتحول الرقمي، لأنه إحنا النهاردة عشان نتقدم بنمشي بكل العناصر بالتوازي. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد بجلسة اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزباكستان للحد من الفقر، والمنعقدة خلال فعاليات المنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بأوزباكستان، وذلك عبر فيديو كونفرنس. واستعرضت وزيرة التخطيط جهود الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في تسريع تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتمثل في القضاء على الفقر وبشكل أساسي من خلال برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل 1857 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 إلى 896 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد وصل إلى 1045 جنيها للجرام، عيار 24 وصل إلى 1194 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8360 جنيها.
في أسواق البترول العالمية، فقد ارتفعت أسعار النفط مع بداية موسم ذروة الطلب بالولايات المتحدة وسط تفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي أم لا. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.7% ليبلغ 119.43 من 100 دولارا، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 115.7 دولارا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 41% لتصل إلى 93% دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.42% لتسجل 8.72 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة كورونا من رسوم جمركية عقابية كان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018. هذا وتغطي الاستثناءات التي أعلنتها الولايات المتحدة منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة كورونا، وفق ما أفاد مكتب ممثلة التجارة الأمريكية الذي أعلن تمديد الاستثناء بستة أشهر إضافية بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 31 من مايو. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ويوسف، إليكم. أشكرك رغدة. ومن الاقتصاد إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. الرئيس السيسي يلتقي وزراء الشباب والرياضة العرب ويدعو لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي. خلال زيارته للإمارات مدبولي يلتقي المستثمرين ويؤكد حرص مصر على فتح المجال للاستثمار الخارجي. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.